السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والسيد رئيس الحكومة والسيد وزير الفلاحة والسادة البرلمانيين المستشارين والسادة أعضاء المجالس، المجلس الجهوي والمجلس الإقليمي والمجلس الجماعي لجماعة سبويا، والسيدات والسادة، واش يمكن لكم تجو تعيشوا معانا اللحظة؟ المنظر اللي كيحطم النفسية ديال ساكنة جماعة سبويا اللي تدمر الاقتصاد ديالها، المورد المعيشي ديالها، الأغلبية الساحقة ديالها هاجرات، الأغلبية الساحقة ديالها هذا المنظر وهذه الحالة الكارثية تسبات لها في الهجرة من البلدة ديالها. والسيدات والسادة ممثلي المواطنين، كيفاش بغيتو هاد الغلابة هادو يستقروا في العالم القروي في البادية؟ اشنا هي الحلول اللي قدمتو ليهم؟ الحالة كارثية. والسادة اعضاء المجالس المنتخبة بجهة قول ميم واد نون، اعضاء المنتخبين جهويا واقليميا ومحليا، واش كتهبطوا عند الساكنه؟ شو راه اللي كتشوف كامل سواد؟ واش كتهبطوا تعيشوا معاهم اللحظه؟ تشوفوا المورد الاقتصادي ديالهم اللي ضاع سنوات، وهاد الناس كتعاني من الفقر ومن التهميش ومن الاقصاء. الناس كتركب في السيارات، كنهضر غير الاعضاء، الناس المنتخبه كيكونوا ساكنين في المدن، ما كيكونوا ساكنين معاكم هنايا في الباديه قراب المعاناه ديالكم. هاد الفيديو هذا راه ما كنتش دايرو، ولكن وصلت هاد البلاصه هادي الصراحه هادشي كيبكي. هادشي حنا راه تنعيشوه سنوات هذه، ولا من يحرك ساكن. هادشي راه تنعيشوه سنوات هذه، ولكن راه صافي، راه تقاضى الصبر ديالنا عباد الله. راه كنعيشو الويلات هنايا في هاد البلاد هذه السعيده. كيفاش بغيتو هاد الناس هادو ما يهاجروا؟ كنهضر على الهجره السريه. كيفاش بغيتو يبقاو مستقرين هنا وهما كيشوفوا احلام ديالهم كتحطم كما تحطمت البلده ديالهم؟ البلد ديالنا راه تحطمات وكنتحطموا حنا معاها. هذا هو الموت البطيء، كنموتوا يوم بعد يوم. هذه الحاله الكارثيه هذه راه كننتظروا منكم الحلول الجذريه لهذا المشكل هذا. رعينا من الكلام بلا 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 والاجتماعات والتقارير الفارغة والمسائل الكحلة. حشومة وعيب وعار، بلدة من سنوات وهي كتعيش الويلات، وهاد الناس هادو مازال كاع ما داوها فيها. كيفاش كيسمع لكم الضمير ديالكم كتجيبوا الناس من المدينة من المدن في الانتخابات يصوتوا عليكم باش يتحكموا في مصير ديال الغلابة المستقرين بين الجبال؟ كيفاش كتسمحوا لروسكم المنتخبين؟ كيفاش الضمير ديالكم كيسمح لكم تشروا الأصوات ديال عباد الله باش تنجحوا وتمشوا تنعسوا؟ كيفاش كيسمح لكم الضمير ديالكم تجيبوا المواطنين من المدن باش يصوتوا معاكم باش يساهموا معاكم في النجاح ديالكم؟
لكن في نفس الوقت راه كيساهموا في التهميش والتفقير ديال الغلابه المستقرين في الجبال. والحديث هنا عن جماعه صبويا، نتحدى شي واحد، نتحدى شي مسؤول، نتحدى شي مسؤول يجي معايا لهاد المنطقه هادي ويشوف بعينيه والجواب عنده. ما نحتاجش انا نقول الجواب ونقول اش غادي يطرى ليه، ولا نقول عنده. تحداكم، حنا اللي عايشين في الويلات ولينا كنشوفوا السواد سنين هذه، ولينا كنشوفوا هذا السواد هذا، ولينا كنمرضوا مرضنا في النفسيه ديالنا. حشومه وعيب وعار. جامعه القرويه، جامعه صبويا، سنوات هذه المصدر المعيشه ديالها اللي ضاع، والساكنه ديالها اللي تهجرات من فوق الخاطر ديالها، والاغلبيه ديال الشباب ديالها تيموتوا في البحار، وما زالت المسؤوليه